بالموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت وزارة النفط في العراق تحقيق أكثر من 9 مليارات دولار عن إيرادات النفط الخام المصدر للشهر الماضي. وقالت الوزارة إن مبيعات العراق لشهر تشرين الأول الماضي من النفط الخام بلغت 104,831,000 برميل بإيرادات بلغت 9,281,647,000 دولار. وأوضحت الوزارة أن الكميات المصدرة من الحقول في وسط العراق وجنوبه عبر موانئ الخليج العربي بلغت أكثر من 100 مليوني برميل، فيما تم تصدير الكميات المتبقية من نفط كركوك عبر أنبوب نقل النفط الواصل إلى ميناء جيهان التركي. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 600 مليون دولار أمريكي. وأعلن البنك أنه باع خلال الأسبوع الماضي 617,670,167 دولارا بمعدل يومي بلغ أكثر من 123,534,000 دولار، منخفضا بنسبة 16% عن الأسبوع الذي سبقه، مبينا أن الانخفاض جاء نتيجة انخفاض مبيعات البنك لأقل من 150 مليون دولار من الأسبوع الماضي. أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق عن ضبط 205 أطنان من الدجاج منتهي الصلاحية في بغداد، وقال إنه تم ضبط مخزن كبير تتم فيه إعادة تعبئة وبيع الدجاج منتهي الصلاحية في بغداد، إذ تم ضبط كميات تقدر ب 205 أطنان من الدجاج الفاسد، مبينا أن تلك الكمية مخالفة للشروط الصحية من حيث الحفظ والتخزين، فضلا عن كميات من الأختام المزورة وأكياس تعبئة تستخدم الدجاج الفاسد. أعلنت وزارة الزراعة استلام 31,000 طن من سماد الداب للموسم الشتوي الحالي. وقالت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية إن وزارة الزراعة تعاقدت مع معمل الأسمدة الجنوبية على العقد الأول، والذي يقضي باستلام كمية 50,000 طن من سماد الداب للموسم الشتوي الحالي. وأضافت أنه تم إجراء الفحوصات على الكميات المستلمة من قبل وزارة البيئة للتأكد من سلامتها ومطابقتها مع المواصفات، مبينة أن الوزارة أطلقت الكميات المستلمة للمزارعين بعد إجراء الفحوصات لتغطية الموسم الشتوي، لأن السماد يوزع في بداية الحراثة. قالت الصين إنها ستخفض كمية السيولة النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطات للمرة الثانية هذا العام. وأوضحت أن هذا الإجراء سيفرج عن حوالي 500 مليار يوان صيني من السيولة على المدى الطويل لدعم الاقتصاد المتعثر الذي تضرر بسبب عدد إصابات قياسي بفيروس كورونا. وأعلن بنك الشعب الصيني أنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من 5 من شهر كانون الأول المقبل. والآن إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز، نلقاكم بخير.